أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: ما حكم إزالة الشعر من الحاجبين أو تخفيفه بالنسبة للمرأة؟ إزالة الشعر من الحاجبين أو تخفيف شعر الحاجبين، هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تأخذ شعر حواجبه، والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها أن يأخذه، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. يجب على النساء ألا يتعرضن لشعور حواجبهن، لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، بل يتركنهن كما خلقها الله جمالا لهن. والعبث بالحواجب هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن ذلك تغيير الحواجب، كما ذكر ذلك حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.